صرت أميل هالحياة هذه، وصرت لدرجة أني تقعدت من عملي مبكر، يعني قبل يمكن 6 سنوات، رغبة في الحياة هذه. الحياة هذه يعني أسرار صراحة، لها رونق خاص ولها طبيعة خاصة، أخاذة رغم الظروف الصعبة، ظروف المناخ. والله الحين أتوقع أنها ما تقل عن 43، وإحنا الساعة 9 يمكن أو 8:30 صباح، يعني على الساعة 2 بتوصل 49 48 أحيانا إلى 50، لكن إحنا تأقلمنا صراحة، تأقلمنا وصار الشيء عادي، يعني ما يستغرب ولا يثير قلقنا ولا يخيفنا، وشيء عادي جدا. ربيت طروفة والشمس وما يهمنا الحرارة الشمس. من الصبح طال عمرك لي الظهر، يا قبل الظهر للساعة 11، وبعدين نعود للبيوت، هذا كله بالشمس، نعود للبيوت نقيل، لكن من العصر الساعة 4 اللي غيبت الشمس نمارس حياتنا، يعني نمارس حياتنا اليومية.